ما الذي يجعل لحم مكوبي جوهرة تاج المأكولات الشهية؟ انضم إلينا ونحن نتعمق في تاريخه الغني ونكهته الفريدة. Originating من سلالة تاجيما من ماشية واجيو في اليابان، يشتهر اللحم مكوبي بنكهته ونعومته وملمسه الدهني المليء بالرخام. حوالي 3 فايف رأس فقط من الماشية تتأهل لتكون كوبي حقيقي كل عام، مما يجعلها حصرية بقدر ما هي رائعة. ما هو السر؟ يكمن السر في النظام الغذائي والعناية الفائقة التي تتلقاها هذه الأبقار، بما في ذلك البيرة والتدليك. نعم، سمعتم ذلك بشكل صحيح. هذا التدليل يعزز رخامية الدهون التي تشتهر بها لحوم كوبي. لذا في المرة القادمة التي تنغمس فيها في هذه المتعة الفاخرة، تذكر أنها ليست مجرد شريحة لحم، إنها كوبي.